اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مرة اخرى. وهناك بعض الاشاعات كيقولوا ان السلطانة خيا تم اعتقالها في فرنسا. دابا نشوفو من بعد، مش عارف كيفاش القضية ديالها. في فرنسا كذلك كان قبيله تعرض الاخ صديق ديالنا حاتم رابط على القضيه ديال استقبال سعد سلطانه وفوفت من البوليزاريو والعيالات. هضبات الجولان كلهم مغلاضات بالقص والفلوس وفلوس الجزائر وداكشي. المهم واحد الخبر اللي روجت ليه، راك عارف ابواق الاعلام ديال الجزائر دابا ولات مدعومه بابواق الاعلام ديال تونس، على ان البرلمان في الجلسه ديالو استقبل هذا الوفد ديال البوليزاريو اللي بتكون واحد الكميشه صغيره ديال الفلوس ما بقاش كتاكلهم اون طلاجوني يمشيو بكيو المنطقه، فين ما نجح شي واحد موالي للبوليزاريو كتنجحو الجزائر كيمشيو عنده يديروا الوقفات بدون ترخيص. بالنسبه لهذه القضيه ديال راه كان قلبنا عليها كلشي، وراه وكنشكر الاخ حاتم رابط اللي جابها في اخر فيديو ديالو وهضر على الشيوعي الفرنسي، الشيوعي الجيوعيه اللي هو اللي استطاع انه يبقى في البرلمان، يجح في البرلمان. هو كيقول لي الفروش بولكوك الشيوعيه اللي ولات شي حاجه منبوذه في العالم، هو اللي اغتنم فرصة عطلة ديال البرلمان ودخلهم ولقاو ديك الفرصة وتصوروا بديك الخرقة ديالهم مع العمال اللي تماك، مع الناس اللي تماك، والناس كاع ما عارفة ان هذاك راه بوق ديال دعايات. ولا بلانسير بول غادي ياخد الفاليزة صحيحة، شتي هذيك الصورة غادي ياخد عليها الملايين، ملايين ديال الحليب وديال الزيت وديال السميد وديال البطاطا وديال الخبز ديال الجزائريين، مجرد سلفي لانهم باش يغلطوا المجتمع الدولي. وتونس حتى هي كتستغلها باش تقول على ان ماشي غير قيس صاحب المعلقات الخرائيه، حتى هي حتى هو ماشي غلط اللي استقبل في الطابي روج في البساط الاحمر ياك موكات حمراء. وهكذا تونس تعطي واحد الدليل وتاخذ واحد تتحرر من داك الضغط الشعبي اللي راه نايض عليها عن طريق ترويج هذا الخبر، زياره استقبال البوليزاريو من طرف الحكومه لهذيك هي ممثلين البرلمان الجزائري الفرنسيين. حتى عادل البيوي اللي كنشكرو حتى هو كنشكر انا لصحابي ريزو كيعجبوني اللي خدامين بسرعه. عادل البيوي حتى هو طليت عليه دابا كنت هو جبد القضيه ديال السلطانه خر كان بغى يقول السلطانه خر. المهم ماليناش. وكذلك حاتم رابط، بلاتي ندخل حاتم رابط نعطيكم مقطع منه، سيروا تطلعوا عليه. غادي راه حاتم رابط راه معروف، عادل البيوي راه معروف اللي تطرق لهادي وعطى داك الشيء اك اون ديتاي و افيك دو ليمور بيان سور كوم دابيتود. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه اللي دار زوبعة إعلامية كبيرة تشير عن استقبال البرلمان الفرنسي للانفصالية زعفانة خيا صاحبة روتين اليومي فوق سطوحها. واش بصح فرنسا استقبلتها رسميا؟ واش بصح فرنسا خرجت ليها نيشان مع المغرب؟ المهم كل الأسئلة غادي نجاوبوا عليها في حلقة اليوم. بقاو حتى لاخر الفيديو نفكر الإخوان والأخوات اللي خصكم تدعموا هذه القناة هذه. أول حاجة درت هي أنني قلبت على تواريخ انعقاد جلسات البرلمان الفرنسي اللي قالوا أنه استقبل هاد الوفد ديال المرتزقة، واكتشفت انه حتى شي جلسة من عقدات من 4 غشت 2022. اذا شكون اللي استقبل هاد الوفد؟ واش إيريك زيمور ولا شكون؟ البرلمانيين الفرنسيين ما كاينينش، وعادة من البرلمان كيستقبل شي وفد رسميا كيستقبلو كيكون فيه رئيس البرلمان عناصر ديال الجلسة وكيقدموهم لكل البرلمانيين، وكتكون زيارة رسمية ومسجلة في الموقع الرسمي ديال البرلمان الفرنسي.
هاد الزعفان اخي صاحبة الخلفية الانفصالية، شكون استقبلهم وشكون دخلهم يديروا سياحة في البرلمان الفرنسي؟ السياحة. اللي باين في الصورة معاهم هو البرلماني الفرنسي جون بول لوكوك. هذا البرلماني كان في 1978 من شباب حركة الشيوعية في فرنسا، ومن بعد 1979 انضم للحزب الشيوعي الفرنسي، يعني هو فرنسي بتوجه شيوعي في الحزب الشعبي الفرنسي اللي سميته بي سي اف. هنا بدات كتوضح الصوره، ما كانوش جلسات برلمانيه من شهر 8، والبرلمان اللي دخل هذوك المرتزقه شبعان شيوعيه من ايامات الاتحاد السوفيتي. هاد جون بول فروج ماشي اول مره كيدعم البوليزاريو، راه حتى البوليزاريو عنده توجه شيوعي، وهذا الامر بوحده. إذن هادو هاد اللي مروجه ليها تونس في الجزائر كما طرحها اخونا حاتم رابط وهضر عليها اون ديتاي على بول كوك اللي فروج هو ديما هاد لو سونس ديمور سي سون ستيل كذلك ديال الخبر الاعتقاد ديال السلطانه جاريف با برونونسي سون نو سميه باسكو ما السلطانه ما استحمص قرضه ديال لافيوند ديال لافيوند هاشي ميلونجي افيك ديميت حتى هي ولات زعيمه حتى هي ولات انا كنبوظ هاد الناس هادو واحد القضيه في الحقيقه اللي خص تردوا ليها البال اللي خص تردوا ليها البال بزاف ديال المغاربه تراسلوا معايا من اوروبا من هولندا وبالخصوص من كندا وكلام ديالهم صحيح كلامهم صحيح 100% علاش بوغ لا سامبل ريزون كو راهم متبعين شنو راه واقع شنو واقع في المغرب وشنو هما المشاكل وكيعرفوا يديروا نظرا للخبره ديالهم والغربه ديالهم علمتهم يبغيو الوطن ديالهم وكيدير واحد الملاحظه كيقول لك كاين الخونه كاينه بعض الخونه في المغرب في الحقيقه اللي كنا كنهضروا على ان لو لم يكن رجال في المغرب كره ضاعت لنا الصحراء وضاعت لنا حتى المملكه خص تكون عندك ثقه على ان هناك رجال في المغرب بمعنى الكلمه كان الحسن الثاني الله يرحمه الله يوسع عليه وكان رجل ديال فيتيرولوج اللي عنده الرؤية المستقبلية واضحة والحكمة والحكمة وعارف شنو كيدير وكاع الكلام اللي قالو وحنا طحنا فيه وكاع الخونة اللي كانوا باغين يديروا ليه انقلاب اليوم كنشوفوا فيهم مدلولين انا من الناس اللي كنقول لك هذيك الشارع ديال اللي كاين في اكدال شارع بن بركة خصها تحيد ديك السمية تسمى على شي شهيد من الشهداء اللي ماتوا في الصحراء تحيد اسم ديال بنبكرة اسماء الشيوعيين اللي كانوا في الجزائر او الاشتراكيين اللي كانوا في الجزائر او الاسلامواتيين اللي كانوا في الجزائر وكانوا يحاولوا يديروا يقلبوا الدولة واللي كانوا مع سواء مع بنونة سواء مع أفقير سواء مع 72 محاولة اغتيال الملك هذوك الناس حقيقة ما عمرنا نترحموا عليهم وما عمرنا نسامحوا لهم وهما السبب اللي طولوا الامد هما السبب اللي طولوا الامد ديال الوجود ديال الجزائر والنظام الجيوعي كي كتشوف اليوم هاد جون بول كوك ولا مش عارف اللي كيستقبل البوليزاريو في يوم عطله ديال البرلمان ويدخلهم يتصوروا ربما تصوروا مع البيرسونال اللي خدام تماك صحاب التنظيف ولا صحاب الصيانه ولا صحاب كذا وروج لها الاعلام التونسي باش يعطي او موا ليبيري شويه قسم ديك لابريسيون بوبيلار وليبيري شويه الجزائر ويعطي واحد الدعم معنوي لدوك الناس اللي داير منوضينهم الصداع في تيندوف باغيين حقهم من الصحراء ومن غير جبيلات خاص على الاقل خاصنا نبقاو شادين مع النظام ديالنا ومع الاعلام ديالنا انه يحارب الناس اللي باقيين متشبتين بهذه الانظمه الفاشله هذه الانظمه الفاشله اللي كانت سبب في تعطيل المغرب وتعطيل المسار الديمقراطي في المغرب وما نخليهمش كرموز ما يبقاوش رموز من رمز المغرب الرموز هما اللي ماتوا في الصحراء هما اللي تسجنوا وتعذبوا في الصحراء وهما المغاربه اللي طردوا من الجزائر يوم عيد الاضحى وكان اللي ماتوا ليه والديه وكان اللي ماتوا ليه تماك ولاد وبغينا الاعلام الرسمي يدخل في هذه القضيه الى متى الاعلام الرسمي يخلي الجزائر تلعب في الدعايه ديالها
وتونس لها في الدعايه ديالها، وايران كذلك الدعايه ديالها، والجزائر كتروج حتى فرنسا بعد الامور ديال فرنسا. حنا الاعلام الرسمي المغرب شرا، سمعت اخر الاخبار، اخر الاخبار ان المغرب شرا بعض المدافع. المغرب شويه ساكت ما كيدويش. كاين الحدث لو ماروك في لا اون دو لا بريس ريسامون، لو جابون، لو ماروك و لا تايلاند. S'en félicite. Tous les autres exhortent à la plus grande prudence. Yomiuri déplore des assouplissements sanitaires. On souligne le média en ligne Express parmi les meilleurs obusiers automoteurs au monde. Alors, ce qui fait l'actualité ici au Maroc, c'est la livraison d'un premier lot de canons français César. Ces canons que l'on a vus à l'œuvre en Ukraine et qui sont, souligne le média en ligne Express, parmi les meilleurs obusiers automoteurs. Chaque jour 300 japonais. Souligne le média en ligne Express parmi les meilleurs obusiers automoteurs au monde. Ce qui fait l'actualité ici au Maroc, c'est la livraison d'un premier lot de canons français César. Ces canons que l'on a vus à l'œuvre en Ukraine et qui sont, souligne-le. Obama, 30 canons, les chers. Chal Tamen Diallo. Express parmi les meilleurs obusiers automoteurs au monde. Araba n'a pas communiqué officiellement sur cette livraison. C'est un forum spécialisé dans le domaine militaire qui a éventé l'information, confirmée depuis par le journal Le Desk et qui publie sur son site une photo du convoi. Le Maroc a passé sa commande il y a 2 ans, un total de 36 canons qui seront livrés en plusieurs fois pour un montant global de 200 millions d'euros, précise le magazine Challenge. 200 millions d'euros, les Maghrébins sur les canons, Medafi, moteur de l'armée. 200 مليون هذا راه والو، عاد خلي لي زافيون داكشي. شنو هو السبب؟ هي الجزائر فلوسنا كتمشي غير في السلاح، فلوسنا كتمشي غير في السلاح اكوز دو لالجيري، اكوز دو لالجيري. لو كان ما كانش لالجيري ما دير عندنا بريسيون لا اسبانيا ولا فرنسا ولا ايران ولا روسيا ولا اي دوله. لو كان الجزائر جبدت راسها من هذا البروبليم، تا واحد ما يدير لنا الشونطاج، لان حنا الابتزاز ديالنا ديما الصحراء، ديما الصحراء او كوغ دو دي شونطاج. وحنا دابا انا جو سوي اوبليجي ندير 4 3 ديال الفيديو في النهار، باسكو عارف باللي جو ريبون لي كومونتير والهضره والسبان ديالهم اللي متبعيني، انا اللي متبعيني باش نجيكم ديريكت، هما اكثر هما الجزائريين والجاليه المغربيه. لي لايك ديال الجاليه المغربيه والجزائريين ما كيخليوش لاطراس ديالهم. حنا كنشوف مثلا 32000 في، وكنلقى في 32000 في كنلقى مثلا 100 لايك. ما يمكنش المغاربه ما غاديش يعجبهم داكشي مادام شافوه. المغاربه اي حاجه كتدافع عن المغرب وكتعلق بالمغرب كيبغيوها، المهم كيشجعوها. المهم ما نطولش عليكم باسكو درت لي فيديو بزاف. غير قضيه شحال محتصل بيا قال لي هضر على فرنسا، فرنسا هي سبب المشكل، هي اللي دايره لنا هذا الشيء، وهي سي لا فرونس. ولكن لقات اليد اللي تستعملها، لقات الاداه اللي تستعملها، لقات الانسترومون لو ماتيريال. الانسترومون شكون هو؟ هي الجزائر. لو كان ما كانتش الجزائر، فرنسا ما غتقدرش تستعمل موريتانيا، لان موريتانيا راه بالنسبه لينا سي لو ماروك. فرنسا كما تعرفوش بها المغرب اللي وقت كان داير بريسيون على فرنسا باش الجزائر تحرر، راه فين شنو مشى المغرب؟ مشى للمنظمه الاسلاميه، راه فيها 2 مليار دو ميزيلمون اللي رفعوا الصوت ديالهم ضد فرنسا، راه ماشي سهله. بريسك 2 مليار دو ميزيلمون اللي نوضهم محمد الخامس والحسن الثاني باش نهضوا ضد فرنسا، باش يضغطوا عليها، باش راه ماشي سهله. باش فين لان الدول الاسلاميه كانت كتحترم بزاف الحسن الثاني ومحمد الخامس، هما اللي ضغطوا، هما الضغط ديالهم ديال 2 مليار راه ماشي سهله. وشنو صورنا من الجزائر؟ صورنا منها غير العديان والسبان ونكران الجميل والشعب ديالهم والجينيراسيون ديالهم. هادو الصغار عمرهم عرفوا ان المغرب قدم مساعده وقدم ما عدا لا جينيراسيون اللي شويه كبيره علينا واللي بحالنا لاج ديالنا. انا ديجا جو سوي كون، انا ديجا ماجي سوي با جان، ولكن حنا حضرنا لهذا الشيء، شفناه بعينينا،
شفنا العنصريه ديال الجزائر وكبرنا في العنصريه ديال الجزائر وكبرنا كيفاش الوسائل المستعمله من طرف الجزائر حتى تجي الشعب ديالها ضد المغرب. ديما كتخترق شي مشكل تقدر تقتل كاع شعبها وتقول المغاربه شتو حصلت الشعب اللي كيحصل فيك انك انت حبستي عليه الشتا وزفتي عليه الجراد وحركتي ليه الغابه وانت هو مول العشريه السوداء وانت اللي اختطفتي الاخر وانت اللي غدرتي الامير عبد القادر وانت اللي قتلتي بوحوس بوفوس لانه مين يلاه غدرتيه سي نورمال الشعب هذا. ولكن حنا بغينا لا بريس صحيفه ديال المخزن كما يقولوا هما ديال الدوله الرسميه خاصها تبقى تجاوب تبقى تجاوب ودير البلاغات الرسميه وتخدم وتصور ما كاينينش هاد اليوتيوبر هادو. الناس اللي كيعيبوا على اليوتيوبر يقول لك راه كيتخلصوا لا سانس ما انا نخلصوا ايه انا ما كراش ندير لهم انا كون كنت وزير الماليه ندير لهم واحد الرصيد مالي ونخلصهم امام الملاء لانهم يخدموا الوحدة الترابيه وكيديروا مجهود وكيديروا بحث وكيقلبوا وكيمشيو الصحف وكيقلبوا بحال هذا الخبر اللي ديال الخرقه ديال استقبال البرلمان للبوليزاريو وكتشوف عند حاتم رابط تشوف ليكسبليكاسيون ديشيفرومون ديال هذا البروبليم هذا ها انا نخلصو الاتعاب ديالو ونقول ليه ميرسي بوكو. راه الوطنيه حقا ما كتباع ما تشرى ولكن ما تعيبوش في هاد الناس اللي دايرين غير هو ما انا ما كنبغيش هذوك دوك لي فيديو الصراحه وديك اليوتيوبر اللي كيدير عنوان كبير بالصفر وكيجي تقلب على العنوان ما كتلقاش داك العنوان تلقى المحتوى حاجه اخرى وهذه ما كايناش عند اليوتيوبر بحال حاتم رابط بحال منار السليمي بحال نبيل هرباز بحال بيوي بحال علي بريش بحال هادو كلهم الاغلبيه واحد لا ليست كبيره اللي كيجيبوه في العنوان هكا هو اللي كاين الوغ وحنا كنبغيو نشوفوا كاع المغاربه نشجعهم يكونوا داخلين معنا في المعمعه لان العدو اللي عندنا راه ماشي سهل وراه مجيش جيوش وجيوش جيوش الكترونيه باموال صحيحه وديال بصح ومجوع شعبه اقبال باش يغلب وهكذا وحنا غالبينهم لان علاش باش غالبينهم حنا لان الحقيقه من الجهه ديالنا والمشروعيه من الجهه ديالنا فهمتي حنا من الجهه ديالنا الحقيقه من عندنا حنا كنقولوا الحقيقه ما كنهضروش في السماء كنهضروا الحقيقه كندافعوا على بلادنا وحنا مستعدين انا نقول كنقول للجزائريين وعارفهم كيتصنتوا ليا واش من نيتكم كتظنوا ان واحد النهار تاخذوا الصحراء المغربيه واش من نيتكم كتظنوا انكم تحيدوا المملكه واش من نيتكم كتظنوا انكم تستطيعوا تقسموا المغاربه واش من نيتكم كتستطيعوا تنوضوا فتنه في المغرب راه ماشي ثلاثه ديال المعارضين يوتيوبر هما اللي غادي يكونوا ضد ملايين المغاربه اللي مستعدين يموتوا من اجل المغرب فهمتي ماشي هو المهداوي او منيب او المغودي او شي واحد اللي كيهضر غير السلبيات هما اللي غادي راه كاين الملايين من المغاربه اللي هما هازين هاد البلاد هادو الناس راهم لا شيء بالنسبه لينا احنا من كنذكروهم كنعطيهم شويه ديال القيمه هما لا شيء الرجال اللي ماتوا من اجل المغرب وهما اللي كنقدسوهم وهما اللي نبقاو نكملوا الرساله ديالهم الوصيه ديالهم وندافعوا على هذا البلد وبالنسبه للجزائر كنقولها لهم كنقول للجزائريين راه بلادكم كتضيع لكم فلوسكم في الماء كتلوحهم في الرمله وتخوي عليهم الماء ما فلوسكم ما بقاو يسووا التاريه لانكم دخلتوا في واحد النفق اللي ما غاديش تخرجوا منه Vous êtes rentré dans un tunnel, là où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Le Maghreb, c'est un peu plus simple. Le Maghreb, c'est un peu plus simple. Tout le monde ne peut pas amener sur le tarif. Il y en a, c'est tout le contraire. Le Maghreb, c'est un peu tarifé. 13 ans. Il y a une question de la fausse couche française. Vous savez ce qu'il y a. Vous avez dit que vous avez le discours de Degaulle. Il n'y avait en aucun cas qu'un pays algérien. Je vous le dis, tout le monde est dans le Maghreb. Il y a 13 ans. Vous ne pourrez jamais. Nahr li rhel, l'istimar, l'himaya français, rhelet, la ila al-malakiya Mohamed Khamis, Madagascar. Mgao y testé, ou le peuple marocain, wach bagi koun jemhouria ou la. Ra nas, tkhilo fil qamar, ra machi di aya. Kimwa l-français, kimwa l-anglais, tkhilo l-amira fil dabab, chafouha fil dabab. Hadek mkhtar l-hub, ra machi kalakh ou la jahiliya ou la. هذاك غير من كثر الحب الناس حلمت قالوا طوروا انهم بانين في القمر تصور ولكن راه ماشي بواجده ولا هذاك من قوه الحب ديال الملك وحيحوا على فرنسا ترجعته الشعب المغربي هو اللي بغى محمد الخامس يرجع تشبث بالملكيه هي في روح المواطنين ما تبقاوش غالطين ظنوا ان المغاربه ما باغينش مملكه اش غيديروا ديك الجيوعيه الجمهوريه شنو هذه الجمهوريه
وري لي شي جمهورية، شي جمهورية عربية إسلامية ناجحة، يلا وري لي شي وحدة. جزائرية، موريتانيا، سورية، العراقية، ليبيا، تونسية، وري لي، أعطيني أعطيني شي مثال. قال لي كانوا مملكات ولاو جمهوريات عاشوا العداء، لا إيران لا ليبيا لا تونس لا مصر، واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ الأردنيين كتشوفهم كيتشكاو، ياك مملكة ما عندها لا غاز لا بترول وترونكيل، الأمن والأمان. السعودية، الإمارات، الكويت، دول شو قطر قد دوار في الجيري تورغانيزي لا كوب دي موند ديال بصح لي تيغان كليماتيزي بحال نتوما داك التيري لعبوا فيه الدراري ديالنا، ما كتحشموش. كوكتي جزائري حر والناس العالم كيشوف هذاك الملعب اللي لعبوا فيه الدراري الصغار، راكم ضحكه في العالم، سي لا وونت، تيران محفر. هذيك هي لوكازيون باش كان خاصكم تبينوا الشعب نقي متحضر، لبس مزيان ونقي مزيان. الشعب لابس اللبس ديال القرن الحجري، اللباس ديالهم كتشوفوا متخلفين من نيفو د لابيمو، بحال ما كتدخلش عندهم اللبس. والتيران محفر فيه التونيا قرع بحالو بحال القرعين اللي يحكموا فيهم، بحال تبون بحال شنقريحه بحال، وجايبين دراري يلعبوا وبيبليك اونغاجي متكالب. وماشي غير في ديك المقابله، في ثلاثه المقابلات او اربعه المقابلات هما كيسبوا في دوك الدراري هما كيعيروهم، وحنا كيجيو عندنا الجزائريين هنا صغار كينتريتيوهم وما كيبان لهم بحال هما مهمين وانهم زعما نخافوا منهم وكنعطيهم قيمه. حنا الاصول ديالنا والمعامله، علاش العالم كاع كيبغينا حنا؟ باسكو كنقدروا الضيف وكنحترموا الضيف وكنعطيو ليه ما لدى وما طاب احلى ما لدينا. حنا دايرين هكذا، نو سوم جينيرو اوسبيتالي اي نو سوم هومان. ما عندهم حتى علاقه الجزائريين بالعقليه ديالنا. يختلف المغربي مع الجزائري اختلاف الشمس مع القمر. حنا عندنا اصل، جاو الدراري الصغار الجزائريين دي جون لعبوا تورنوا هنا، هما لي فيديو كاينين، احسن استقبال. عندنا جزائريين هنايا ما كيسمعوش كلمه ديال العيد، ثم يوميا مطيبيننا، عندنا المراركه، عندنا المراركه، راه مخماسه عندنا، نطردوا المراركه، انزفت المراركة الجوع، عندي المراركة الجوع، عندي قتلتونا بالهضره مراركة مراركة. علاش المغاربه ما كيجبدوش الجزائريين؟ علاش الجزائريين ما كيتهانوش ما كيتسبوش ما كيوقع لهم حتى مشكل هنا؟ علاش هذاك من عياده؟ واش حنا واقفين عليه في الويده ولا خمسه ولا بوزوك وداك الشيء اللي جاوا للراجا شبعتوا فيهم سبان ومعيور؟ علاش جاوا يلعبوا في المغرب؟ هنا باش كعرفوا ان المغرب قوه، ان اللعابه ديالكم يفضلوا يلعبوا في المغرب المحترفين، لان يعتبرون المغرب بحالو بحال الخليج بحالو بحال اوروبا. كاين البينغا، المغرب بلاد ما عندهاش بترول والغاز ولكن دوله غنيه، كاين الفلوس دايره. البطوله ديالنا كتسوى 300 مره اغلى من البطوله الجزائريه، واللاعب المغربي عندنا كيتخلص 100 فوا احسن من اللاعب الجزائري، والمدرب عندنا هنا كيتخلص 1000 فوا احسن من المدرب الجزائري. هذه في راسك القضيه، والجوائز اللي ياخذها هنايا المغرب كيتصرف كدولة متقدمة، كدولة متطورة، كدولة بحالها بحال أوروبا وأحسن من أوروبا. ليس هناك فرق إلا باللغة. وحنا كنطلبوا من الإعلام الرسمي يدخل في هذا الإطار ويفهم المواطن ويكذب الدعايات الجزائرية والدعايات الإيرانية والدعايات التونسية. المغرب راه بوحدو في الواجهة، وكنقول لكم أن هاد الحزازقية اللي عندنا هنا في البلاد وكيبغيو يبانوا في اليوتيوب ويسبوا الملك ويسبوا النظام ويسبوا، راه ما كيسوا والو. عندنا رجال، لو ما كانش عندنا رجال كون راه مخداو لنا صحرانهم شتونا، راه كنضربوا بوحدنا من 75 وحنا مضاربين مع جميع قوى الشر اللي مسانده من الجزائر، وما استطاعوش يهزمونا، كنضربوا بوحدنا. راه مؤخرا عاد باش ولينا كناخذوا تعال مؤخرا حتى اعترفت امريكا واعترفت ودرنا لاكور باش ولينا ناخذوا هاد الماتيريال وهاد السلعه باش كندافعوا على راسنا. المغرب من 75 هو كيتضارب بوحدو كيتقاتل بوحدو، وكيموتوا الالاف، والمغرب ضارب الطم، والحسن الثاني كيتفقس في الداخل ديالو ما كيبينش.
وكانوا كيقتلوا لنا المواطنين المغاربه وكيسجنوا لنا المواطنين المغاربه اطول مده للسجين الحربي بدون حرب معلنه هو المسجين السجناء المغاربه اللي قضوا 25 سنه في الجزائر. وكنقول لكم واحد القضيه انا كنقولها للجيل اللي جاي والاباء، ربي ولادكم على ان هناك في الجوار في الشرق المغربي هناك دوله بما يسمى بدوله هي يعني انيطا اللي ما عمرها تتخلى على عداوتها ضد المغرب. الشعب تبنى وتربى ورضع وترعرع على كراهيه المغرب ومعاداه المغاربه. ردوا بالكم تكونوا ضعاف غير شويه يفون غادي يهدموكم. لهذا هذا اخر نصيحه نقول لكم، قريوا اولادكم ردوهم اقوياء، ردوهم شجعان، ردوهم منتجين، ردوهم ايجابيين، ردوهم يبغيو البلاد ويتلفوا ورا البلاد ويقولوا عاش الملك بلا حشمه بلا والو، ما يعقدوهمش كلمه عياشه. كاين اللي كيمرق يقول لك انا ما نقولش عاش الملك، يضحكوا عليا يحسبوني عياش. راك عياش، راه افتخار لك تكون عياش، راك افتخار لك تكون تبغي بلادك، راه افتخار لك تبغي المغرب ديالك. مالو المغرب؟ كيقتل، كيدخل في امور الناس، كيعدم. على المغرب هو سوريا، هو بشار الاسد. على المغرب هي الجزائر اللي قتلت 300,000 جزائري. على المغرب هي ايران اللي قتلت الالاف. مالو المغرب؟ المغرب هي المغرب، المغرب هو الوحيد اللي مهلي في الشعب ديالو في الدول هذه العربيه كتعاود ليا. هو الوحيد اللي عندك الحريه التامه، كتخرج تلقى كل شيء. الفو فيرمي لا كول ديال هاد الناس هادو اللي ها، الفو اعلان حب الوطن راه ماشي حشومه ولا حسراف ولا بوجادي، راه الناس الاذكياء والناس الاذكياء والاثرياء في العقل ديالهم هما اللي كيعلنوا حبهم وارتباطهم بالمغرب. راه ماشي ضعف او خوف، ما كان لا خوف لا والو. الحب كيخرج ما يخرجش من الخوف. تبغي شي واحد تخاف منه، اللي تخاف منه راه ما تبغيهش، واخا تبغي تبغي ما تبغيهش. On n'aime pas ceux dont on a peur. On ne peut pas les aimer. L'amour, ça sort. Ça sort comme ça. Et on déclare l'amour à ceux qu'on aime vraiment. Mais je dis qu'on a peur. Et ce qui est le fait que les gens ont dit 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 que ما تبرزتناش، ما بغيتيش المغرب عاود لمخك، غير ما تبرزتناش، تبرزتنا جيبها في راسك. باسكو حنا كنخدموا اليوم الطريقه باش نجمعوا المغاربه على كلمه واحده، على ان هناك عدو يتربص بالمغرب وكيستعمل جميع الوسائل لاسقاط المغرب في نزاع داخلي المغاربه مع المغاربه، لان ما استطاعش يخترق المغرب وما استطاعش يهزم المغرب رغم الحرب الخفيه ورغم الدعايات ورغم الحملات اللي صرف عليها الملايين من الستينات الى اليوم الالفينات وما صور والو. وكيبغي يستغل المغاربه اللي عندهم الهشاشه ولا عندهم شويه ديال الضعف الشخصيه، او المغاربه اللي في الجانب اللي هما مبليين صحاب الكوكايين ولي ديلر وداك الشيء يقدر يستغلهم لان ما عندهمش الشخصيه ولي بروكسينات وتوسا. اذا كنحييكم، ردوا بالكم، وكنشكر تو اليوتيوبر والتيك توك اللي كياخذوا هذا الكونسيبت وكيطوروه وكيجيبوا مقتضيات وطنيه وتاريخيه الحسن الثاني على محمد الخامس على كاع الشخصيات المغربيه اللي كانوا كيدافعوا عن الوطن، واون ميم طون كيفرشوا ليا هذا العدو ديال القراقيرو، هذا العدو الابدي اللي ما غاديش يحيد، لانه شعب، الشعب هو اخطر من النظام، الشعب اخطر من النظام، ديرها في راسك مزيان. الشعب يتلدد بكراهية المغاربة ويستنشي وينتشي il savoure le peuple savoure la haine contre les marocains. راه نهار اللي ربحوا كيقول لك اليوم غنعسوا مزيان، اليوم غنرتاحوا مزيان. اش ربحوا؟ الدراري الصغار لاعبين عندهم في التيران. انا باش كنصعب دوك الدراري الصغار انا كنسميهم دي زوم دي غيري مقاتلين. شنو داروا؟ ثلاثة ولا أربعة المقابلات هما كيتسبوا كيتهانوا كيصفروا من النشيد الوطني وبقاو واقفين وما انسحبوش ولعبوا المقابلة ولعبوا البيلانتيات ودافعوا على راسهم وسط التيران، ما خافوا لا معسكر ولا مواطن ولا سكان ولا متفرجين ولا من الآخر، وقاوموا ورجعوا وخذوا الميداليات ووقفوا السفن ديال 40 مليون جزائري طيلة المقابلة 90 دقيقة والجزائريين وقفت لهم هنا وقفة لهم. والبيناتي كون ما جاتش هذيك اللقطه اللي ضربت ليه في يديه وضرب ديك الزهراويه وتماركات على الله كانوا غادي يهجموا عليهم ويضربوهم ويديروا عليهم لانهم ربحوهم. اذا
الشعب الجزائري هو جو لامبليك مو ديريكت مش حامض كم الجزائر كيدخل كيقول لي بغيتي تدخل الجزائر وماشي الجزائر. انا كنقول لك الشعب الجزائري لو اراد الشعب الجزائري ان يضع حدا لهذا المشكل سي لا بوبل الجيريان ا فولو arrêter cette hémorragie de la haine des Algériens à l'égard des Marocains, ça aurait pu être arrêté, ça fait des années. On a qu'un goulet que les Algériens savourent la haine contre les Marocains, ou qu'ils aient l'aide d'obit bris l'mgribi, ou à t'htem l'manawiyat l'mgribi, ils savourent le rabaissement, l'humiliation et la ridiculisation du Marocain. Ils le savourent. Le moindre chose, ils la ridiculisent. Ils veulent pas, ils sont les seuls. Ils sont les seuls au monde, hein. Attention, hein. Le wahidin fil alam li. J'ai eu d'autres le Maghreb, à ta rica li yaji, ma jidden. Ou qui j'ai t'qu'elle le Maghreb, ma ammar, adahom, ou la dalom, j'y haja. Et d'un, ne venez pas me chanter, le fitna, ou kada, ou kada. Tbarakallah alikoum, ou shokran, 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 l'hatiem rabat, li kan hayye, ou tabou l'qanat dialo, rafiha, yomien, muhtawa, shayik, ou ta rica, c'est tbarakallah alikoum, ou ila l'liqa.